السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الاثنين يعني دايما كالعاده مع حضراتكم كل اثنين بنحاول نعمل اكل سمك تكون مختلفه عن الاسبوع اللي قبله، بنحاول نعمل برضو خلطه جديده، تركيبه جديده. طبعا الامور اليومين دول فيها اسعار غاليه، نحاول نلم الامور شويه، نحاول نطلع من كل حاجه نعمل منها حاجه واثنين وثلاثه واربعه ونشوف بنعمل ازاي الاكل، ونحاول نغير شويه كده من المعلوم بتاع الاكل، يعني بنظبط الامور شويه. طيب عندي النهارده ثلاث اطباق اسهل من بعض، اسمائهم كبيره ولكن يعني اسعارهم بسيطه، زي مثلا البياضه البلدي دي. سمكه دايما بنجيها بنقطعها جزل وبنحمرها وبنشوف تتبيلتها كالعاده، عارفين بالدقيق ومش عارف ايه، وبنحمرها بطريقه حلوه قوي. ما عملناش قبل كده سنجاري بالبطاطس، هنشوف بيتعمل ازاي. ده رقم واحد. طبعا السمكه دي ما هياش غاليه، ده داخله النهارده في سعر البولتي على ما اعتقد، يعني بما يعادل السمكات دي كلها يعني ما تعملش 50 60 جنيه، هنشوف برضو الوضع في ايه. عندي ربع كيلو كاليماري للي ملوش في السمك ده، بقى نعمله بالباستا كده او مكرونه بشكل بسيط جدا. والطبق الثالث كان عندي تعبان كده صغير زي ما حضراتكم شايفين، بس متنضف كويس قوي، اللي هو سمك الحنشان. هنعمله مع حضراتكم صياديه بشكل يكون لطيف، ممكن نعمله بالرز حسب، او بنعمله بالصياديه، هنشوف مع حضراتكم الموضوع ماشي ازاي بس بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على يوم الاثنين، كل اول اسبوع مع حضراتكم او كل اسبوع او يوم في الاسبوع بنحاول نعمل اكل سمك من طبق واثنين وثلاثه وننقي طول الاسبوع احنا عايزينه. المقصود من كلامي ان هي تبقى اكله واحده طول الاسبوع، انا ما بعملش سمك غير يوم الاثنين فقط لا غير، مع حضراتكم على الهواء مباشره. بنحاول نعمل كل اسبوع خلطه مختلفه، تتبيله مختلفه، تسويه من نوع مختلف. نوع سمك ما بيتعملش بشيء، فبنحاول نطور منه، يعني ما بقاش عندنا فكره الملل من اكله واحده، بنحاول نطور الامور بشكل ملائم بالوقت اللي احنا فيه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاكل كل يوم بناكل بالهنا والشفا لحضراتكم، بنحاول برضو نغير التتبيله دي، الخلطه دي، ده المطلوب. طبعا قبل الشغل وقبل اي كلام، طبعا قايمين كلنا النهارده الصبح على خبر سيء جدا، موضوع كميل العريش ده. طبعا بننعي كل شهدائنا وكل امهاتنا وكل اهالي واسر الشهداء، طبعا ربنا يرحمهم جميعا، وربنا سبحانه وتعالى يصبر كل قلوب الناس يا رب اللي اولادها راحت. طبعا دول اولادنا احنا كمان واخواتنا، ربنا يرحمهم ويرحم كل من كان. طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا وبعيده عن يعني قدره ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يهدي كل من كان يا رب ويرحم كل من كان. طيب هو الواحد خد على كده، ولكن بس يعني الامور بقت زياده على اللزوم، فالواحد بقى يزعل اكتر وبقى واحد يشوف الامور بشكل مش لطيف. ولكن مصر رجالتها كتير، يعني ربنا يرحم كل من كان. طيب تعالى خش نعمل اكل سمك اللي ملهاش طعم النهارده. طبعا انا بتكلم بكل صراحه، انا صريح والله مع حضراتكم، طبعا الاكل ما ينفعش ما نعملش اكل، ولكن في امور كده الواحد بيجي يشتغل فيها يحس ان هو كده مزاجه مش رايق من الاخبار اللي بيشوفها، وحاجه بالذات لما تخص بلدنا شويه، الواحد حاسس ان هو يعني مش مبسوط، فتلاقي بقى اللي رايح يشتغل مش مبسوط، اللي بيجي يعمل اكل مش مبسوط، اللي رايح مش عارف ايه بتاع، ربنا يهدي كل من كان. طيب تعالى خش نعمل اول حاجه في سمكه البياضه البلدي دي. البياضه البلدي ده سمكه حلوه جدا، لطيفه، سعرها ما هياش غالي، يوصل سعرها من حوالي 40 ل 45 جنيه. انا بحاول بس اوضح الامور، لان عارف اليومين دول الدنيا غاليه شويه، فبرضه بحاول اقلل شويه من كميات او اسعار الحاجات اللي بنشتريها، لان انا زي حضراتكم برضو بننزل اشتري الحاجات وعارف سعر الحاجه، حاجات غليت جدا. اللوم الكبير على التجار، التجار لو تهدى شويه على الناس هيبقى الامور ابسط مما يكون، لان التاجر هو اللي في ايديه كل حاجه، العلاقه مالهاش دعوه بالحكومه ولا لها علاقه بالمستهلك. التاجر اللي بيشتري الحاجه من مصدرها او بيشتريها من اساسها هو اللي في ايديه يزود قد ايه عشان يبيع قد ايه وما يعملش قد ايه. فالتجار يهدوا شويه على الناس، لان ما تبقاش انت والزمن على الناس، هي دي القصه. يعني هو الامور احنا مش في حاله مستقره، والرواتب ما زادتش والفلوس ما عليتش، فالناس برضو ما لهاش علاقه بالدولار دايما. ما تجيش تشتري مثلا، مع احترامي طبعا لكل الناس اللي بتسمعنا، ما راحش اشتري كيلو بصل تقارن لي سعره بالدولار، انا مالي، ماليش دعوه بالدولار. الدولار ده في مصنع، في شركه، في انتاج، مش عارف ايه، حاجات بتيجي من بره ليها علاقه بالعربيات، ليها علاقه بالحاجات الغاليه. لكن اللقمه اللي بناكلها ما تقارنهاليش او ما تدخلنيش في حصه الدولار، ملوش دخل. انت ما اشتريتهاش بالدولار، انت كتاجر لما اشتريت الطماطم والبسله والله ما اشتريتهم بالدولار، اشتريتهم بالمصري وبالاجل وبالقسط ومن المزرعه بتاعت الراجل الفلاح،
ما اشتريتش حاجه تانية غير كده. ما بعتناش جبنه من سويسرا مثلا طماطم ناكلها دي. ما بعتناش روحنا جبنه السمك البياضه دي من امريكا. ده كله لو انت بتجيبه بالدولار احنا نتحمل معاك الدولار. لكن انت بتشتريها بالمصري بتعلوا علينا الاسعار. ولو ما علتش الاسعار فتروح مخزن حبه محتكرهم وتيجي تبيعهم بمزاجك واحنا عطشانين ومش لاقيين الحاجه دي. امور كده غريبه احنا بنعملها في بعض. يعني احنا بنعمل الامور دي في بعض وربنا يهدي الحال يا رب. طيب السمكيه دي تكفي ما شاء الله اربع اشخاص بشكل لطيف جدا. نعملها مع حضراتكم ببطاطس، نعملها بخلطه حلوه جدا. اربع اشخاص السمكيه دي بيوصل سعرها من 40 ل 60 جنيه متوسط ولا اعلى ولا كده. سمكيه طعمها حلو جدا، سمكيه فريش زي ما حضراتكم شايفين. بص كده شفيق، حتى اللحم بتاعها باين. هعملها تتبيله حلوه جدا ونبهرها التتبيله الاساسيه، وبعد كده نبدا نشغلها في الصينيه وندخلها الفرن. هنجيب الاول كده معلقه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم كده. حلو الكلام. معلقه كزبره ناشفه كمان واحده. حلو الكلام. نجيب معلقه ثوم حلوه مفروم كده بالزيت او من غير الزيت مش مشكله، اهو معلقه حلوه كده. واجي بايدي واروح خلط الخلطه دي، ادي حبه شطه كمان مش كتير، اروح خلط الخلطه دي كده بالشكل ده كده اهو. اللي خلاها كلكعت دي الثوم، وادعكهم ببعض كده. واجي هنا كده بص يا شفيق، واروح دهن جسم السمكيه كده من جوه. ليه بقى؟ عشان السمكيه تتبل وتتبهر وهي لسه نيه قبل ما احط لها اي حاجه. طبعا بعمل حساب ان انا حطيت معلقه ملح في الطبخه كلها، بعمل حساب ان انا زودت مثلا كزبره ببقى اخفف الناحيه الثانيه، بس ده اساس الطبخه او اساس التتبيله، ان تخلي السمكيه تشرب من الكزبره والثوم وبرده الملح فتتبهر الحاجه، تبقى ليها شكل على الاقل او ريحه باينه من البدايه. طيب دي اول الكلام. طيب هتسيبها كده شويه وتعالى نبدا نشوف هنحط ايه تاني معاها او نعمل ايه الخلطه اللي معاها تانية. الخلطه التانية جايب عندي طاسه او حله فيها حبه زيت زي دول كده اهو. جميل. وهبدا هاخد عندي البصلايه دي السوتيه بالشكل ده كده اهوت، مع فص ثوم حلو كده برضو. دي خلطه اللي هعملها بيها الصينيه بتاعتي. اشوحهم كده مع بعض، اديها سن الثوم تديني نفس كويس. عندي بطاطسايه سايبها بحبه ميه، هصفيها برده من الميه بحيث ان انا برده اشوحها معاهم كده اهو، تنزل بالمره ويتقلبوا مع بعض. يبقى في نفس كده في الاكل قبل ما نشتغل ونعمل السنجاري بتاعنا او التصطيبه اللي احنا عايزين نحطها فيه كده اهو. تاخد نفس بعضيها كده. هديها عندي سنه بهارات سمك مشكله كده، وكمان سنه ملح تبهر الحاجه، حبه بهارات كده حلوين، وحبه كزبره ناشفه كمان بالمره، على حبه كمون زياده لحد كده احنا زي الفل قوي. قلب تاني. دي بصلايه مع فص ثوم مع البطاطسايه، انزل بيها بمكعب الزبده ده كمان يطعم الامور. جميل. والفلفل الرومي ده هسيبه في الاواخر، وممكن كمان مش ممكن ده اكيد اجيب طماطمايه او عصير طماطم حسب اللي عندي. طماطمايه لطيفه، طماطم دايما برضو بتنفع معايا في الصواني بالذات، يعني لو حشيتها في النص او ضربتها كعصير حسب اللي عندي. تعال نقطعها على السريع كده، شيل القمع ده كده اهو عشان نقطع براحتنا ما نهدرش من الطماطم كتير. جميل لحد كده. هاخد الحتتين دول اخليهم يتشوحوا مع البطاطس، وكمان واحده كمان زي دي مش مشكله، اي تقطيعه برضه، ودول احطهم على الوش. اقلب تاني، انزل بنص كميه الفلفل، شكلها باين من الاول. وهديها حبه خضره زي الكزبره على بقدونس، وحبه شبت، سن فلفل حار، وارفع من على النار اهو. تعالى بقى نقفل هنا السمكيه دي واحده واحده.
السمكية ما فيهاش حاجة، خلاص تبلناها من شوية بسنة الكزبرة الناشفة مع الملح مع التومة، تديني نفس كويس، وبعد كده هبدأ هقفل بقى الصينية على مزاج شوية. هوسع لنفسي كده الحاجات اللي على القطاعة دي هنا كده مع الكزبرة دي برضو حلو، وهاجي اجيب الصينية فاضية احط الأرضية على حاجة خضراء عشان ما تلزقش مني. اهو شيل دول من هنا كده، الحاجة الخضراء دي زي مثلا حبة كرفس، بصلاية، ايا كان الموضوع. اجيب السمكية، قبل ما اجيب السمكية احط بس حبة زيت في الأرضية دي كمان كده، واجيب عندي السمكية البياضة البلدي دي واروح حاططها كده بالشكل ده جميل، واروح جايب حبة الخضار اللي احنا شوحناهم دول. ماشي الكلام اهو، بص كده شفيق بحبة الخضرة بتاعتهم، واروح عامل ايه، جايب كده كده اهو تمام. طبعا السمكية ما بتاخدش وقت في التسوية كتير، عشان كده برضو انا عملت حسابي ان انا ما زودش تسوية السمكية مع الخضار وحس ان انا حريت الكل، لا خلي الامور تكون بسيطة. والباقي ده كله كده اروح عامل كده جميل لحد كده جميل، اروح مساوي الامور كده اهو، واروح جاي في الاخر حاطط عندي الفلفل الرومي بالشكل ده ماشي، وطماطمايه بقى عشان تطرقع معايا على الفرن تبقى ليها نفس. بعمل حاجه بلدي تتاكل شويه كده، طعم مختلف، طريقه مختلفه عن كل اسبوع اهو كده اهو جميل لحد كده، كله متبل زي ما حضراتكم شايفين، كله واخد من بعضه، مفيش حاجه ناقصه زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. ممكن ندي حاجه خضراء برده كمان على الوش، حبه شبت، حبه كزبره، الحاجات دي بتفرق كتير جدا في اكل السمك. لحد كده احنا زي الفل قوي والحاجه باينه. هجيب عندي حبه زيت زيتون او زيت عادي حسب اللي عندي، وابدا امشيه على وش السمكايه بالشكل ده. امل صباح الورد. سلام. الو. الو. ايوه امل صباح الورد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير، تحت امرك. ربنا يخليك، تسلم ايدك على حضرتك بتعمل. الله يخليك يا امل، ده من ذوق حضرتك، ربنا يعزك. اتفضلي يا فندم. صباح حضرتك. انا كنت شفاء، انا محتاجه اعمل عمليه وظروفي ما تسمحش خالص لعمايلها. تمام. وكنت محتاجه لو حضرتك تقدر تساعدني، انا مش عايزه اي فلوس في ايدي. تمام. انا بس حد يساعدني يدفع للدكتور بس تكاليفها، مش محتاجه اي، مش عايزه اي فلوس، مش عايزه حد يديني فلوس في ايدي. وعارك من حته يا فندم؟ من اسكندريه حضرتك. من اسكندريه، جميل، كملي يا فندم اتفضلي. فانا ظروفي على قدها خالص ومش قادره ان انا اعملها، ومفيش حد، مفيش حد معايا ان هو يديني وكده، وانا متوصله لحضرتك. هي تكلفتها قد ايه العمليه دي يا فندم؟ هي متكلفه 14,000، هي عمليه منظار. ايوه. وحقن مجهري. تمام. طيب دي تبع اختصاص يعني. بالله عليك لو تقدر تساعدني، بالله عليك. والله لو اقدر اساعدك انا مش اتاخر عنك، ربنا يا رب يكرمك وان شاء الله تقومي بالسلامه او يشفيك ان شاء الله باذن الرحمن. سيبي رقم تليفون حضرتك معانا في الكنترول، بشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك يا امل، ثقتك فينا، سيبي رقم التليفون في الكنترول، واي حد يعني يكون سمعنا لسمع مشكله امل يا رب يقدر يساعدها. لو في اي جهه شفيق عندنا بتقدر تعمل عمليه او تساعد اختنا نكون شاكرين بعد اذنكم يا شباب. شوفوا لنا اي حد يقدر يساعد، يعني ما اعرفش عندنا اي حاجه ليها علاقه بوزاره الصحه او ليها علاقه بالمستشفيات يكون افضل، لان يعني معهاش فلوس تعمل عمليه فاكيد لازم تعمل عمليه. فنشوف حد تبرع، كان بيها ما حدش تبرع برضو، هنشوف حل يعني ان شاء الله خير. طيب كنا بنعمل ايه؟ خلاص خلصنا اول السمكيه ودخلناها الفرن. طاجن الباستا ده او طبق الباستا ده خليه في الاواخر، تعال نتبل سمك الحنشان عشان لو طلعنا فاصل او عملنا اي حاجه نكون متبلين حاجه واخده منها كده فيها وليها طعم كويس قوي. الزيت ده بيسخن سيبه خالص مع نفسه. سمك الحنشان ده هو مزاجه عالي قوي، يعني ناس اكيله، بس انا من الناس لما اجي اعمله بعمله بشطاره كويس قوي عشان عارف ان هو فيه دسامه عاليه قوي، فلازم نزود فيه او نعلي فيه التست كويس قوي وننظفه على قد ما نقدر ونشيل منه اي حاجه ليها علاقه بالزفاره او بالدسامه. ازاي دي؟ بسيطه جدا. هجيب عندي البوله الفاضيه دي اللي كان فيها من شويه ايه يا عمنا؟ بقيه الكزبره
مع الثوم مع الملح، وبعدين هبدا هبهر عليهم زياده وهعمل لها خلطه اسرع حاجه في الدنيا واسيبهم فيها شويه. انا هحمرها بالدقيق، يعني هشتغل بيها الاول احمره بالدقيق. لو انا هعمله مدفونه في الرز برضو هعمله بالدقيق واحمره الاول. لو هعمله صياديه واحط عليه الصوص على الوش برضو هحمره بالاول عشان برضو الحاجه تبقى متطعمه كويس. هزود حبه بهارات كده حلوين كده وسنه ملح كمان وحبه بهارات سمك ماشي الكلام، واجيب سنه تومه ماشي الكلام، مش هحط زيت طبعا. هجيب عندي سنه خل وليمون. الخل هنا يا شفيق، بص كده الخل على السمكيه من هنا اهو. ليه بقى بتعمل الخل ده؟ عشان اشيل اي زفاره واتجنب اي حاجه انا ممكن اقل منها، وحبه الليمون احطهم في التتبيله اهو. جميل لحد كده؟ تمام جدا. هجيب عندي حبه خضره، كزبره على بقدونس على شبت، تتبيله سمك عاديه جدا. وهجيب عندي المضرب واقلب كويس قوي التتبيله الحلوه دي. طيب ليمون وكل حاجه وتمام تمام وكمون وزي الفل. هبدا اعمل ايه بقى؟ هرفع بسرعه السمك من الخل. ليه؟ بص كده السمكه عامله ازاي. ليه برفع السمكه من الخل؟ عشان انا مش عايز اهري السمك، انا عايز اشيل يعني الزفاره منه واتبله على السريع، ما يكونش فيه سنه زفاره ولا حاجه. وابدا اقلب كويس قوي الكلام ده كله مع بعضه. تتبيله بلدي جدا، محتاجه بس حبه شطه حمراء اهو، هي دي بقى اللي تفرق. الشطه دي يعني بتدي نفس كويس قوي، مشطشه شويه الطاجن ده انا عارف، ولكن نفسه هنا هو دي لعبته بصراحه. ده كده يتساب له شويه، يقعد له مثلا مش اقل، يعني لو عرفنا نصايه يبقى زي الفل، ربعايه ماشي الكلام، مش هقول لا. المهم تشرب شويه تتبيله، وبعد كده نبدا نعفره في الدقيق ونحمره واحده واحده. زي ما قلت لحضراتكم ما فيهاش حاجه صعبه خالص، بس اهم شيء نسيبه شويه ياخد نفسه ويبقى ليه طعم كويس كده على مزاج. بعد كده هنحمره، هنحط الاول في الدقيق وبعد كده نحمره في الزيت يبقى كريسبي، وهنشوف بعد الفاصل هنعمل فيه ايه. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا متبلين السمك الحنشان، تتبيله لطيفه جدا بلدي جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها زيت على اللزوم. انا شايف او من وجهه نظر طبعا ان السمك البلدي ما ينفعش نضيف له حاجات على فرانكا شويه. بما معناه يعني مثلا هعمل طاجن حنشان، يبقى هتبله مظبوط بلدي لان هو سمكه بلدي شويه، بمعنى ما احطلوش ريحان، ما احطلوش مستارده، ما احطلوش مش عارفه ايه، الحاجات دي بتغير معنى الحاجه للحلو مش للوحش، بس خليني في البلدي اكتر. ما دام بعمل حاجه بلدي، بولتي مثلا او حنشان او مكرونه سويسي او جمبري مش عارفه ايه، الحاجات دي لما تتعمل بطريقتها البلدي تبقى اعلى حاجه في الدنيا. زيها بالظبط ما حدش ينفع يعمل صينيه سردين مثلا بليمون باتر صوص مثلا او صوص مش عارف ايه، ما ينفعش. كل حاجه ليها حاجه. تعال بص بص كده على السريع اهو، بص الحنشان يا عمنا اهو، انا هطلع على كده، مش هخليه يبقى ناشف ولا هخليه الحف مني او ينشف مني، انا لسه هحطه في صوص. طلع على طول على مناديل حاجه تبقى مفيش حاجه. بص بص شكله عامل ازاي يا شفيق، مفيش اي افتكاسات خالص، حاجه متحمره نطفي النار وزي الفل جدا. سيبه ينزل شويه منه الزيت، وبعد كده هنعمل له حالا صوص مع حضراتكم، صوص صياديه. صوص صياديه بسيط جدا، تعالى هنا شويه ناخد الحله دي. انا هعمل صوص صياديه بسيط جدا ما فيهوش اي افتكاسه خالص برضه. تعمل مظبوط بمعلقه ثوم، بسم الله اهي كده حلو كده، مع بصلايه مفرومه او قطعت قطيعه تشوح شويه، انزل عندي بسنه زيت جميل لحد كده يتشوحوا مع بعض. أول ما أحس إن هما دخلوا في مرحلة التشويح، في فلفل حار وفي فلفل رومي وكل حاجة، ولكن خليني نعمل تتبيلة صوص الصيادية نيف نيف شوية. يعني إيه؟ يعني ما أخلي، هي كلمة نيف نيف يعني إيه أصلاً؟ نيف نيف دي إن أنا ما أخليش البصلاية تتحرق أو تبقى فيها حمو أو تبقى دبلانة لدرجة إن هي شربت الزيت وبقت تقيلة. هو ده فكره النيف او اللي هي المدمعه قوي.
فانا ماشيها على هذا الاساس وابدا العب في الصوص من دلوقتي. بجيب عندي صلصه الطماطم البوريه، ادي واحده اتنين ثلاثه اللي هو معلقه كبيره ونص، معلقه كبيره ونص. هجيب من دلوقتي فلفل حرب المره كده مع الفلفل الرومي كله مع بعض دلوقتي، واشوح كويس قوي الفلفل الرومي مع البصله مع الثوم ومع الفلفل الحار عفوا مع صلصه الطماطم كده اهو. لحد دلوقتي احنا زي الفل. هنجيب معلقه ونحط فيها حبه بهارات سمك على الصلصه، وسنه شطه، سنه كمون، حبه بهارات مشكله من عندي، حبه ملح. نعم يا فندم؟ مش سامع. كنت حاطط شطه على حاجه قبل كده من شويه، مالها بقى؟ عاجباك يعني الشطه؟ عايز شطه انت زياده؟ لا ما تقلقش يا حبيبي، الاكل البلدي بتاعنا ده يا شفيق لازم يكون مشطشط شويه وفي نفس كده، تحس ان هو الحاجه تبقى حرشه شويه. الاكل ده يعني مش كله بعمل شطه طبعا، اكيد انا مش من هواه الشطه الكتير على فكره، بس ليها طعم كويس كده. انا شوحت كويس قوي عصير الطماطم بالشكل ده كده اهو، ويبدا يتسبك مع نفسه. ده صوص الصياديه بسيط جدا ما فيهوش اي افتكاسه خالص كده اهو، وابدا اسيبه يتكتف مع نفسه بالشكل ده اهو. فلفل رومي، فلفل الحار ده ما انا شايفه ان هو عامل زي الخس بارد ما فيهوش حاجه حاميه خالص، عشان كده حطيت شطه، بس هو شكلا لطيف يعني مش هنقول لا كده اهو، جميل لحد كده. و كمان بفكر بصراحه يعني من عندي اديله مكعب مرقه خضار، مكعب مرقه خضار في قلب الصوص يتسبك يبقى ليه طعم كويس، بس اغطي عليه عشان ما تلطش كده اهو. افرمه زي البهارات، جميل لحد كده، وانزل بيه بالشكل ده كده واقلب عشان يدوب. واول ما احس ان الصوص بدا يتسبك هبدا اجهز ايه الخضره بتاعتي اللي احطها على وش الـ الـ الصوص. هرحل دي من دي وابدا اشتغل هنا في الطبق التالت، طبق الكاليماري. الكاليماري انا النهارده هعمله مع حضراتكم بطريقه الباستا او الطبق المكرونه بالكاليماري، بحيث ان اللي ملوش في الحنشان وبياض البلدي ما يبقاش برده مجبول على اكله السمك، فهحاول اعمل طبق على فرانكا بقى. هنعمله هنا، نحط فيه رحام بقى براحتنا، نعمل احنا عايزين نعمله مش بلدي، في طبق مكرونه عادي جدا. هنسلق له كمان المكرونه بس نسخن الميه كويس ونشوف الموضوع ماشي ازاي. مكرونه بقى مثلا بني سباكيتي ايا كان الموضوع، عايز اعمل له حبه صوص بكريمه حلوين نكسرهم بالريحان ونديله طعم كده حلو، عايز احط جبنه ماشي الكلام، مش عايز براحتي، بس انا احط له زيتون. تعال نجمعهم بالمره، زيتون ومشروم وبصل. نعم يا فندم. امل، الو. ايوه يا استاذ علاء. ايوه يا استاذ امل، اهلا وسهلا بيكي. لو سمحت يا استاذ علاء، طريقة المكرونة البشاميل. ايه يا فندم؟ طريقة المكرونة البشاميل. طريقة المكرونة البشاميل؟ بعد اذنك يا استاذ علاء، بعد اذنك يا استاذ علاء، احنا عايزين جهاز عروسة، اجهزة كهربائية، بابايا صاحب اعاقة في رجله ومش قادر يجهز، وجاب كارد على المرتب بتاع وجه التربية بتاعهم، وجاب كارد على المرتب بتاعه. انا والله ما فاهم منك حاجة، انا اسف اسف يا امل، واحدة واحدة بس. انا فهمت منك مكرونة بشاميل. وبعد كده جهاز عروسه. صح كده ولا انا غلطان؟ ايه بعد كده؟ معلش انا اسف، معلش سامحيني انا مش سامع صدقيني. جايب موظف التربيه والتعليم، بس جايب كارد على المرتب ومش قادر، هو صاحب عقل مش قادر يشتغل ولا قادر يجهز اختي. طب طيب انت معلش سامحيني للمره الثانيه، انا اسف جدا والله العظيم، والله ما سامع منك حاجه او مش سامع حاجه، انا اسف. معلش واحده معلش واحده عليا، انا اسف. المكرونه بشاميل مع العروسه ده كانوا في بعض، والله انا اسف. سامحيني، قولي لي بقى المكرونه البشاميل دي خليها على جنب. ماشي. خليها في المهم بقى اللي انت يعني قصدك عليه. جهاز عروسه مين؟ اختي، اختي. اختك عايزه تتجهز. بس هو تمام. معاق. اللي هي فندم؟ معاق. معاقه. هو بابايا اللي ساعد اعاقه. تمام يا فندم، تمام تمام. عايزين نتواصل مع الاستاذ اصلا في التابع لو سمحت. اوامرك اوامرك، حاضر. انا كده فهمت الصوره، انا اسف جدا اللي خليتي تعيدي الكلام، انا اسف اسف جدا والله. حالا يا ست الكل، حالا مع اصدقائنا، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك مدام امل، وصلوها بمؤسسه دنيا جديده. المعاقين دول حقهم علينا ان احنا نساعدهم، واجب علينا، ما هياش مجامله ولا هي اكراميه من اي بني ادم يساعد حد معاق، لان المعاق ده ربنا سبحانه وتعالى نعمه بنعم كبيره جدا مش عند الناس العاديه.
فدايما في نعم كبيره جدا ربنا بيوزع ارزاقه على كل الناس، مش معنى ان هو معاق فهو ما عندوش اللي عندي، ده عنده احسن من اللي عندي، هي ربنا دي اسمته سبحانه وتعالى وكرمه، فاحنا لازم نساعد بعض لان هم برضو اخواتنا واحنا كلنا في بعض، فلازم يكون في اي تقدير مش مجامله. فوصلوهم لمؤسسه دنيا جديده ان شاء الله يتجوزوا ويتبسطوا ويفرحوا ويخلفوا ويبقى زي احسن من كل الناس يا رب. اشكرك، حاضر، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب شوفوا لنا الصوت، انا مش سامع الناس، هو الصوت من عندكم واطي ولا المكالمه فيها؟ عشان برضو مبقاش في حاجه غلط، لما نطلع فاصل حد يجي يبص لي على الصوت بعد اذنكم. طيب الصوت هنا بيتسبك مع نفسه زي ما اتفقنا من شويه، حلو الكلام. تعالى بقى من حبه الكلماري ببساطه جدا بصوص الكريمه اللي دايما عادي جدا كلنا بنقع فيها. الكلماري الاول، انا جايب كلماري بلدي للامانه اهو، بص يا شفيق، كلماري بلدي قطعها عامله الشاورما كده، ما فيهاش بقى ولا عظم ولا شوكة ولا اي كلام ده خالص، بسيطه جدا. بجيب عندي نزقه زيت في الاول اهو، بص قد ايه الزيت، مش كتير. واجيب عندي معلقتي نظيفه على نظيف جديد قوي، يعني كله جديد ما عملش بولعه ثانيه يعني، بسم الله. وترقعه مع نفسه كده على الطاسه ويتشوح مع ايه بقى كمان، مع سن التومه عشان النفس والريحه برضو، ما بقاش بشوح على النار حاجه لوحدها كده، لازم يكون في نفس كويس اهو، حلو كده. ابدا كمان اديها سن الزيت، شرب الزيت ومال، نديله سن زيت كمان كده اهو. ده كلماري هيفلفل بسرعه، كلماري البلدي ده حاجه رائعه نظيفه جدا، بسيط في تسويته، ربع كيلو يعمل طبق باستا وطبقين كمان، دول طبقين مش طبق واحد. لسه هحط له كمان بقى ايه، بصلايه ومشروم وكل حاجه حلوه احطها واحده واحده اهو. ادي البصلايه. لا يا فندم، يا حسام صباح الورد، حضرتك ايه؟ اهلا بيك يا حسام، ازيك؟ تمام والله الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ والله فضل وعدل، نعم عند ربنا والله ماشي حالنا. فاكرني ولا ايه؟ انا اسف، فكرني معلش، انا اسف يا حسام. بتاع الغربيه. يا اهلا بيك يا حسام، ازيك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك واهل الغربيه، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه في البلد؟ والله نحمد ربنا ماشي الحال، نحمد ربنا والله الحمد لله. يدوم الحمد. الله يخليك. انت ايه اخبارك؟ حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. والحاج عامله ايه واهل الغربيه عاملين ايه؟ كلنا تمام يا رب، دايما تكونوا تمام بخير يا رب يا رب. ربنا يا اهلا بيك، ما نحرمش منك يا رب. يا حبيبي ربنا يعزك ويديك الصحه، صباح الورد عليك يا حسام. كنت عايز اسال على حاجه. اتفضل يا فندم. بالنسبه لطبق البياض البلدي اللي هو المحمر اللي حضرتك لسه عامله ده. لا البياض البلدي انا ما عملتوش محمر، عملته صينيه في الفرن. طيب ماشي، عيد لهولي. والطبق اللي هو المحمر ده عايز طريقته. عينيا الاثنين، حاضر يا حسام. حاجه ثانيه؟ ربنا يخلي حضرتك. صبحنا على كل الغربيه، بشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جدا. هعيد لك، حاضر، صينيه السمك البياض البلدي اللي في الفرن. جميل، تعال نبص عليه بصه كده يا شفيق بالمره عشان ما نسقطوش اهو. انا حتى شلت في الفصل الكفر من عليه او الورق الالومنيوم بحيث ان هو يبدا يبخر بقى ويتعايش. بص المنظر، شايف الكلام؟ البطاطسايه من تحت السمكايه واخده وضعها ورافعه السمكايه كده بهيبه الفرن، عارف اللي هو مدخلها كده تحس ان هي قاعده متانتكه، حاجه رائعه جدا. والخضار اللي حواليها كل حاجه يعني مع نفسها زي ما حضراتكم شايفين. سيبها شويه ونكمل تسويتها لحد ما تطلع تاني. هقول لك عملتها ازاي يا حسام، حاضر، بس اقفل بالمره السمكايه الكاليماري الحلوه اللي بشتغل فيها دي. حطينا لها بصلايه، حطينا لها فص ثوم، حطينا لها كل الكلام ده كله، عايز اعمل لها صوص. بس الاول قبل ما احط الكريمه عليها لازم اسويها كويس. طيب سويتها ازاي بقى؟ بصلايه خلاص تمام التمام، احط عليها حبه مشروم كده، مشروم فريش برده، واقلبهم يتدلعوا شويه كده مع نفسهم اهو. وبعد كده هبدا اسس الصوص حالا مع حضراتكم. خليني اعيد وراجع مع حسام على طريقه السمك البياض البلدي. بص يا استاذ العزيز، جبنا السمكيه فتحناها بشكل السنجاري، فتحنا السمكيه بشكل السنجاري، تبلناها بالملح بالكزبره الناشفه بحبه توم، دعكناهم في بعض، دهنا بطن السمكيه كلها وتبلناها كويس جدا. وبعد كده حطينا فوقيها حبه الخلطه. الخلطه دي عملناها ازاي؟ بطاطسايه متقطعه شيبس ناعمه جدا مورقه كده، مع بصلايه، مع قرن فلفل، مع رومي، مع كل فلفل رومي كمان، قلبنا ده كله، خدنا تشويحه، حطينا حبه بهارات، حبه خضره، بقدونس، شبت، كزبره، مكعب زبده، قلبنا الكلام ده كله ده يعني دلعناه مع بعض. فرشنا ارضيه الصينيه بالكرفس، بالبصل، بكل الحاجات دي كلها، وحطينا السمكايه وفرشنا عليها برده بقيه الخضار شمال ويمين، وفي قلب السمكايه عملنا كل الكلام ده كله، حطينا كمان طماطميه بلدي حلوه كده مع بصلايه او مع فلفل رومي، ودخلناه في
في قلب الفرن. ده بالنسبه للسمكيه البياض. بهاراتنا ما حطيناش غير شطه، ملح، كمون، بهارات سمك، حبه فلفل، ومتشكرين. السمك الحنشان هعمله صياديه، عملت الصوص بتاعه شغال، ولكن حطيت في السمكيه دي ايه؟ حبه بهارات برده حلوين ما فيهمش حاجه، ليمون، ملح، ثوم، كمون، حبه بهارات مشكلين. تبلت كويس جدا السمكيه، عفرتها بالدقيق، حمرتها تحمير، ما قرصتش عليها في التحمير عشان ما تنشفش مننا كويس، ما تبقاش تقيله. هبدا كمان اعمل لها صوص طماطم، عملت اوريدي خلاص، بصلايه بفص ثوم، بفلفل رومي، فلفل حار، بحبه شطه، بحبه كمون، بعصير طماطم، بصلصه طماطم بوريه اللي هي العنب، وسيبهم يتسبكوا مع نفسهم واحده واحده. هرجع بقى هنا خلاص كده، بص كده بقى يا شفيق، تعالى نعمل الصوص بقى. وسع كده شويه هنا في الحله دي كده اهو. هبدا اعمل ايه؟ اجيب عندي مكعبين زبده اهو يا شفيق، ركز معايا ماشي الكلام. ده للصوص اللي هشتغل بيه صوص الكريمه بتاعي اهو. يسيح الزبده شويه، واحده واحده هنشتغل في فكره الصوص. لو قدامي معلقه دقيق ماشي، مش قدامي انا هحاول هظبط نفسي برده في الصوص، احاول اخليه مظبوط. الدقيق خليه تقيل شويه للباستا، ولكن ما عنديش دقيق وماله، هبقى برده حريص وانا بشتغل. اقلب كويس الكلام ده كله كده اهو كده، وابدا انزل عندي بالكريمه اللباني. ما انزلش بالكريمه اللباني غير ما اكون مؤسس او مظبط فعلا تسويه الكاليماري. هتعرف منين؟ هعرف كده اهو. تعالى يا باشا كده بعد اذنك، اهي شوف المنظر، دي بلدي، خدت بالك ولا عيد تاني؟ تمام. هجيب عندي بقى هنا، ببدا اعمل الصوص بقى. بسم الله اهو، الزبده مع الكريمه اللباني، لو في معلقه دقيق ماشي الكلام، مفيش مش مشكله، مش هتاثر يعني. هو قدامي مفيش، بس لو كان في كنت هحط معلقه شاي صغيره كده. هسيب ده بقى يتكتك مع نفسه شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. الامور يعني الاكل ذوق او اكل مزاج شويه، لما بنعمل الحاجه على مزاجنا بيبقى ليها طعم كويس قوي. صوص الطماطم ده خلصان الصياديه، تعال نقفل الطاجن ده بالمره اهو. ادي صوص الصياديه يا باشا، اقفل عليه على طول اول ما خلصت كده، بحبه الخضره الحلوين دول مع حبه الشبت، هوريك شكلهم عاملين ازاي اهو. خدت بال حضرتك؟ صوص صياديه بسيط جدا. تعال نجيب طاجن وندخل، تعال نجيب طاجن بارد احسن. نعم حاضر يا فندم. لسه معانا فاصل تاني ولا انا غلطان؟ ماشي، طاجن بلدي زي ما حضراتكم شايفين. الحنشان يعني لو كان طاجن عادي كنت حطيت زبده، بس الحنشان اوريدي تقيله فبلاش نحط دهون اكتر من كده، زي الفل. احنا كده نجيب لوش، تعالى بقى بص الصوص عامل ازاي. بسم الله اهو، كمان واحده ماشي يا باشا كده اهو، ونعمل ارضيه عشان ما يلزقش مننا بالطماطم اللي موجوده دي اهو. بص كده، ممكن اعمل ده في الوش، بس لو عملت ده كده على الوش بعد ما احط السمك هيبقى نفس الشكل بتاع سمك البياض. مش عايز اخلي كل طبق شكل واحد، لا خلينا نعمل حاجات بتكون مختلفه عشان تبقى برده ما تبقاش العين زهقانه من الاكل واحنا شغالين اهو. تمام لحد كده. هنجيب السمك بقى البياض البارد ده، الحنشال عفوا، ونبدا ننزله في قلب الايه؟ الطاجن، محمر زي ما اتفقنا. شوف المنظر اهو، محمر وكريسبي بالدقيق، ما فيهوش حاجه خالص، اكننا هناكله زي ما هو كده اهو. طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى السمكه دي ليها عشاق، احنا بنحاول نعملها دايما بطريقه واثنين وثلاثه، كل واحد بيحبها ازاي، بالهنا والشفا للي ياكل في النهايه كده اهو اهو ماشي كده. طبعا الزيت، طبعا لما شلنا هنا بص المنظر عامل ازاي، شفت المنديل عمل ايه؟ شفت المنديل فادني بايه؟ تخيل بقى، تخيل. تمام، اجيب عندي صوص الطماطم الصياديه، انزل بيه على الوش كده كده اهو، جميل جدا لحد كده زي الفل. انا كده مش محتاج من ده حاجه غير بس ان انا ادخله الفرن كده برضو يتشمع شويه كده ويتكتك مع نفسه، يغلي ويدي نفس البريم مع نفس صلصه الطماطم الصياديه، ده ياخد وقته ويتعايش. تعالى بقى نعمل ايه كمان؟ نعمل حبه مكرونه عشان خاطر يبقى الصوص ده، بص بدا الصوص يبان بقى للبيت وبقى يبقى واضح. انا مش رايي نحط مكرونه بني،
او اسباجيتي تمشي ده او تمشي ده، لسه ده فاضل له ريحان وفاضل له زيتون في الاواخر بس لما يخلص تسويته. المكرونه هعملها مكرونه حوا ما فيهاش، ما بحطش في الميه، انا بس بحاول اوضح دايما الامور. الميه زي ما حضراتكم شايفينها اهي شفافه، ولا فيها عندي ملح ولا احط لها زيت، هي المكرونه نوعها كده. فبجيب عندي المكرونه، كيس المكرونه نوعها كده، بفتح وانزل كيس المكرونه بالشكل دوت، واديها تقليبه عشان خاطر ما تعجنش، لان مش هحط لها زيت زي ما اتفقنا ولا احط لها ملح. والنشا بتاعها قليل جدا، فاكرين الميه دي؟ شوفوا كمان شويه، كمان خمس سبع دقائق لما نطلع المكرونه هتلاقي نفس الميه دي. نوع المكرونه كده ما بينزلش نشا كتير، ومش محتاج مننا الملح ولا محتاج الزيت عشان خاطر لو نشا كتير فنحط لها زيت عشان ما تلزقش في بعضيها، والملح عشان خاطر يخلي قوام المكرونه ثابت. فده اوريدي نوع المكرونه كفيني على ان انا احط له زيت او احط له ملح، فعشان كده هنسيبها قدام حضراتكم. ده فاضل له ايه بقى؟ فاضل له معلقه ريحان مع الزيتون، الزيتون اهو، وكمان ريحان فريش بزيت الزيتون اهو. نعم تمام جدا. هقلب دي، شكلها هيبان دلوقتي بس عايز لها غلوه كمان عشان الصوص يتقل شويه اهو. لحد كده على ما اعتقد الامور واضحه جدا، مفيش اي حاجه ان شاء الله، غير بس ان نسيب المكرونه خمس دقائق كده تاخد تسويتها والصوص يتقل شويه، وبرده لو محتاج بهار نديله فلفل ابيض، حبه ملح ماشي الكلام، بس على ما اعتقد مش محتاج مني ملح لان اوريدي مديله زيتون والريحان فريش، فالخضار بتاعه حتى في الطاسه باين جدا اللي هو صابح، وكمان الكاليماري فريش، وكمان البصل فريش، والمشروم نفس الموضوع. سيبه ياخد تسويته وروق المكان، وهنطلع فص صغير جدا ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا مع حضراتكم سالقين المكرونه، سايبينها تاخد وقتها، والناحيه الثانيه صوص خلصان. تعال نشوف في الفرن الصينيه الاولانيه احنا عملناها مع حضراتكم اللي هي السمكه البلدي، البياض البلدي. تعال بسم الله اهو، شوف المنظر عامل ازاي. هي تطلع زي ما هي كده، يعني هي ما فيهاش، مش يعني لو غرفناها نبوظها، هي تطلع زي ما هي كده. شوف السمكيه شكلها عامل ازاي، بلدي مليون بالميه، ما فيهاش اي اختراع، تمشي معاك بالعيش، تمشي معاك بالرز، تمشي زي ما احنا عايزين. شوف تسويه السمكه عامله ازاي، حاجه معموله بطريقه بسيطه جدا منها فيه، وما حطيتش صلصه ولا حطيت ولا تقلت ولا الكلام ده خالص، زي ما هي وتمام التمام. ده خلصان. المكرونه اديها كمان، بس ما انا مش بحبهاش تسويه المكرونه كتير كمان. هقول لك حاجه، بص تسويه المكرونه شايفين، تعالى انا احب تسويه المكرونه تكون بالمنظر ده، شايف؟ تقطع معاك اهو، خدت بال حضرتك؟ لان لما احنا هنطلعها بالشكل ده كده قطعت اهي فيها سنه، الدند دي بقى والتسويه دي بتبقى يعني احلى حاجه في المكرونه ان تسويها مظبوط. لو انا هحطها في صوص بعمل حسابي ان انا هحطها في صوص، لو انا همشيها لوحدها بعمل حسابي. بمعنى ايه؟ وضح لي اكتر. انا بعمل كده على طول، بص كده ادي المكرونه، خدت بال حضرتك؟ بص ميه المكرونه اهو، مفيش حاجات كتير ولا وجع قلب ولا وجع دماغ. نروح عاملين ايه؟ جايبين كده ده كده، ومظبطين المكرونه واخدينها كده تقليبتين كده حلوين بالصوص، ما حطيتلوش دقيق والله، سيبه زي ما هو كده جوسي يكون حلو. بعمل ايه بقى تسويه المكرونه عشان بس ارجع لكم في اللي انا قلته من شويه عشان ما حدش يفكرني ان انا بنسى. لو انا بحط المكرونه في صوص طماطم او ابيض او احمر او ايا كان الصوص، بعمل حسابي دقيقه دقيقه ونص كمان من تسويه المكرونه. يعني لو خدنا بالنا وانا بقطع المكرونه تحس ان فيها سنه، بص كده شايفين فيها سنه اهي، شايفها السنه دي؟ فيها تسويه كمان، يعني ممكن اسيبها كمان دقيقتين. لا بدل ما احطها في صوص يبقى اعمل حسابي من دلوقتي ان انا اسيب السنه دي. تعالى نجيب طبق ونغرف المكرونه على طول كده اهو. الطاجن ده او الطبق ده للي ملوش فيه السمك ده كله.
الحمد لله. يلا خير. ادي طبق الباستا بالكاليماري بطريقه سهله جدا مع المشروم. جميل لحد كده؟ جميل جدا. طيب هنخش بايه بقى تاني؟ تعال نجيب بالمره طاجن الحنشان ونغرفه بالمره. خد غلوه اهي يا شفيق، شايفها غلوه حلوه، ادينا نفس كويس. نبدا بقى ايه، حابين رز جنب حبه الرز ده، رز صياديه عادي جدا، رز عملته ابسط مما يكون. يعني اي حد يخش يعمل رز مصري، جبت الاول بصلايه مفرومه مع فص ثوم شوحتهم مع بعض، جبت معلقه كمون في النص مع بعض، لو عندي مرقه بتاعت بصل تبقى لطيف جدا. بيتعمل ازاي مرقه البصل دي اللي تديني اللون ده؟ بجيب عندي بصلايه بقطعها اي تقطيعه، اسيبها تتسع شويه تحرق بمعنى الاصح يعني، واديها ميه، فالميه تغلي، فالميه تغمق تاخد طعم البصل، واصفيها ارمي البصل واخد الميه فقط لا غير، واعمل بيها حبه الرز كل فيهم نفس. يبقى الرز ببصله، هي دي البصله، وجواها كمان بصلايه متشوحه مع معلقه دقيق، زي مع سوري معلقه توم صغيره كده تكون فيها نفس، بصلايه معلقه كمون تشوحوا مع بعض، يطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تعال نطلع السمك اهو كده، اهو ادي السمك الحنشان اهو. نجيب حاجه احسن نغرف بيها براحتنا علشان نبوش. بص السمكه، شايف المنظر اهو، طاجن حنشان صياديه بشكل بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه مختلفه. ده الصوص، هنطلع الصوص برضو، صوص صياديه اهو. بص بقى بالطماطميه بحاجته كلها على جنب كده، مع البهاريز بقى اللي نازله، الكلام ده كله اكيد فيه تيست عالي. تمام جدا لحد كده زي الفل. نجيب ليمونه ولا بتاع نديله جرنش لطيف كده اهو وكده اهو. جميل جدا لحد كده، حاجه خضراء بس كده زي الفل، وده يطلع على طول على المائده بالشكل ده. طبق صياديه بالحنشان، طبق باستا، وصينيه البياض البلدي بالبطاطس. على ما اعتقد اطباق سهله جدا، اي حد ممكن يخش يعملها، اللي ملوش في الصينيه دي او في الطاجن ده، انا عامل الباستا تكون سي فود برضه بالكاليماري. ناس كتير جدا بتحب الكاليماري الفيليه اللي ما فيهوش اي شوائب او حاجه تكون تقيله في الاكل. حب مكرونه عاديين جدا، حط جواهم زيتون، مشروم، بصل، ريحان، كل الحاجات الحلوه اللي بنحبها عملناها في قلب الطاجن ده او في الطبق دوت، مع الصينيه ومع طاجن السمك الحنشان. دي كانت حلقتنا بكره ان شاء الله لو يوم العمر، بكره الثلاث يوم الاكل الشعبي. تعالوا بكره نشوف هنعمل اكل ايه حلو كده يكون لايق بالبرد اللي احنا فيه ده. ماشي الكلام، حلقه جديده والسلام عليكم.